حياكم الله مشاهدينا من جديد. كثير منا ما عنده المساحة المناسبة لحديقة كبيرة، ولكن من القليل من الأفكار رح نحول حديقة صغيرة أو مدخل أو خلفية المنزل والممرات المحيطة الحديقة مترامية الأطراف، وهذا اللي رح تسويه معانا اليوم واللي رح تطلعنا عليه مصممة الديكور سماح العلول، وهي ضيفتي اليوم في الاستوديو. حياك الله سماح معانا. كيف حالك؟ تمام، اشتقنا لك. سماح، وايد ناس عندهم حديقة صغيرة هالكبر يبيها حديقة كبيرة تصير قصير وجو حلو. حديقة نفس ستايل حريم السلطان وهالجو. ايش ممكن نسوي عشان تصير عندنا حديقة حلوة؟ وراح نشوف صورة بعض الأشكال من الحدائق. هلا الحديقة الصغيرة ممكن تطلع شكلها زي الحدائق الكبيرة وحتى أحلى من هيك إذا الواحد بيستغل المساحة صح وبدرسها قبل ما وبصممها قبل ما يبلش يبني، ممكن تطلع معه. هلا هاي الحديقة اللي نحن عم نشوفها كبيرة نوعا ما، احنا بدينا سماح بالحدائق اللي فيها سويمينج بول. بالضبط، هاي سويمينج بول معمولة بطريقة كأنها شكلها بحيرة أو الشكل الطبيعي أكثر، كأنك أنت قاعدة بطبيعة، مش شيء كثير كأنه مبني أو مصمم من شخص، ممكن أنها تكون تلاقيها هاي بالطبيعة. فهذا النوع اللي هلأ أجا معنا هو بعطيك كأنه تصميم وواضح بالنسبة لنا. وهاي الحديقة نوعا ما السوينج بول مش كثير كبيرة ولا صغيرة، بس أنه استغلوا المساحة منيح، أنه خلوا الجزء منها ممكن الواحد يمرق لها والجزء الثاني قريب من الجدار إنك ما بتقدر يكون في عندك مساحة حواليها عشان يستغلوا مساحة جلسة حواليها. حلو. مثل هاي كمان حتى عملوا ديكور بأنه حطوا أحواض الزراعة حواليها، عملوا مثلا الباربيكيو اللي قريبة من الشاشة، هاي اللي شايفينها هي الباربيكيو قريبة منها، استغلوها منيح. هلا بهاي الحديقة الحلو اللي فيها أنها هي جلسة على الأرض معمولة بطريقة مودرن، وفي هاي الطاولة اللي عاملينها اللي هي عدة طاولات بجانب بعضها البعض، عاملينها بطريقة أنها تصير كأنها مائدة كثير طويلة، وعطتك كأنه مساحة وعطتك طول لهذه الحديقة الموجودة عندنا بهذه الصورة. حلو، شو أكثر ألوان لازم نستخدمها حول المسابح سماح؟ الأزرق حلو، الأزرق والأخضر الألوان الطبيعية، يعني إذا الواحد بحب لون معين مثلا كثير قوي يفضل أنه على الخفيف يكون، على حسب كمان الستايل البيت كيف مصمم، شو نوع الهندسة المعمارية الخارجية اللي حواليه، أنه ما يقرر أنه مثلا يعمل لنقول ستايل هندي والبيت شكله مودرن مثلا، يعني نلبق مع الستايل اللي عندنا اياه اوريدي موجود بالاركتكتشر تاع البيت. سماح، دائما احنا نستفاد منك، شلون نقدر نستفاد في الحديقه الخلفيه للبيت افكار تساهم انه الحديقه الخلفيه تكون حلوه؟ شوفي هلا اذا في معنا مجال وعندنا في بالميزانيه نعمل حوض سباحه كثير حلو، والطقس بيساعد طبعا انه يكون الطقس مدروس وهيك اشياء. اذا لا بنقدر نعمل مثلا المواقد، اذا بالبلاد البارده المواقد الخارجيه اللي هي على الغاز، في مع الصور اللي مرقت معنا هي هاي بتستعمل انه الواحد اذا الجو بارد بالليل حلو الواحد يقعد حواليها، بتعطيه هيك شعور حلو. الحين رح نشوف صور سماح الحدائق الصغيرة اللي هي في الخلفية تكون صغيرة، شلون ممكن نستفاد منها ولو تعلقينا عليها؟ أوكي، صورة هاي. أوكي، هلا مثلا هذا اللون إذا مثل ما كنت عم بقول لك حلو إنه فوتوا لون قليل مع الأبيض والبني المحروق، فهذا نوع الإنارة الخفيف اللي فوق الجلسة هاي، القعدة صغيرة بس استغلوا كل الزاوية هاي بإنهم حطوها الكنبيات بلزق بعضهم البعض، فبعطيكي باخذ أكبر عدد ممكن وبنفس الوقت شكلها حلو. نفس الشيء هون استغلوا المساحة إنه عملوا الكراسي بلزق بعضها كأنهم مثل البنش عشان تاخذ أكثر من شخص، وبنفس الوقت بعطي شكل حلو. هون الجلسة مبنية بنا وجزء من الأرضية عشان كمان يكون شكلها مش كراسي مفترقة، كل ما فرقت الكراسي كل ما راحت المساحة اللي حواليها. صحيح. فهيك استغلوها بهاي النوع الجلسة القلشي. هذا الموقد اللي كنت عم بحكي عليه اللي هو شكله زي النص دائري، هذا موقد بيكون بالغاز بتقدر تشعليه وبالليل حلو بعطيه دفع حلو. كمان طريقة الزراعة حلوة هون، وهون مثلا المي اللي عم تطلع من الجدار النوافير هاي كتير بتعطي، يعني بضل في عندك العامل المائي بالجنينة هاي. بالضبط، بس بنفس الوقت وهون كمان هاي الجلسات اللي بتكون موجودة بمبنية بنا كتير بتعطي مساحة حلوة
حلوة للمكان ما بتضيقه، ونفس الوقت بتقدر تاخذ عدد كبير من الناس. ايش كثر الإضاءة تلعب دور سماح في الحدائق؟ هلا الإضاءة كثير مهمة، لأنه بده يكون عندنا أكثر من نوع. النار المخفية اللي هي ما بتيجي بالعين، إذا الواحد قاعد وما في مثلا أكل عم بتقدم، قاعدة خفيفة وهيك أشياء، إذا في أكل لازم يكون في إنارة قوية عند جهة الطعام عشان الواحد يقدر أو الناس اللي جايين عنده يقدروا يشوفوا إيش اللي عم بتقدم لهم. هي حلوة الإضاءة، شوفي هني مثلا وايد حلوة الإضاءة في الحديقة، بالضبط تعطي جو رومانسي. كثير حلوة هدول، خصوصا الأناديل اللي من فوق هدول كثير حلوين. وللأسبوع اللي طاف تكلمنا عن المشابك، هذه من المشابك اللي بالضبط هاي كمان موجودة، بالضبط نفس المشابك اللي كنا عم نحكي عنهم بالشجر، وهي كأنه بتقدري تقولي السكرين اللي برا، الشاشة اللي مستعملينها حلوة كأنه عاملين قعدة خارجية لتقدري تحضري. وهون نفس الإشي، اللي بحب الشمع وخايف ينحرق بيته، هاي أحسن طريقة الواحد يستعملها، إنهم مسكرين بس بنفس الوقت بيقدروا يعطوا ضوء ومعلقين طريقة جدا ذكية. وهون نفس الإشي، هون في عنا هاي الإنارة تاعت الأناديل مع الإنارة الأحبال اللي بيكون فيها لها هاي، وهون الإنارة اللي بالأرض هي من الأحبال، الحبل الإنارة اللي كنا عم نحكي عنه المرة الماضية. صحيح. هذا ولا إشي، بس مركبينها بطرف الحجر هذا، وما تتأثر لا بالشمس ولا لا بالمطر لا ولا شيء، وما بدها صيانة. هذا ما فيها، ما تخوف يعني، فيها أمان إذا الأولاد يلعبون ولا شيء. بدروا يمسكوها يعني، وبدر يجي عليها مي وبدر كل شيء، بس المهم الواحد يتأكد قبل ما يشتريها. هي طبعا لا يكون في نوع هلا بيكون خاصة إذا كان عندنا أطفال في البيت. طبعا إيش تقدمي نصائح، واحد توا بيبني بيته، إيش تقدمي نصائح بالنسبة للحديقة، سواء بيسوي حديقة من قدام البيت أو من خلف؟ هلا يفكر كثير منيح انه هو وين بحب يقعد عشان يعمل الجلسه، مش مثلا بكل الاماكن. اذا هو بحب بمكان معين يدرسها، اذا في معه مجال لحوض سباحه حتى لو انه صغير كمان يدرس هذا الشيء، بس يكون كمان يتاكد من الطابق اللي تحته انه في مجال يصير في حوض سباحه، انه يتاكد من هاي الامور. والواحد قد ما كانت المساحه صغيره بيقدر يخلق منها شيء، بس اذا كان مدروس. سماح، اذا كان عند الواحد حديقه، ايش تفضلين، ان تكون كلها خضار ولا تفضلين وجود المسابح؟ مع ان المسابح دائما تعرفين في بعض الاحيان مكلفه، فشو تفضلين، خضار او المسابح؟ هلا اذا ما معنا كثير بنضلنا بالخضار، اذا في الميزانيه بتسمح شوي لا نعمل الاثنين، بس الخضار حلو، دائما الخضار لازم يكون موجود على الشكلين. انت مريحه في وجودك معنا في سيدتي، ونصائحك الحلوه دائما تورينا في الاستوديو سماح. شكرا لك، شوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقات وفقرات مهمه ان شاء الله. مشاهدينا راح نروح فاصل قصير وراح نرجع نكمل فقرات سيدتي، لا تروحوا لبعيد، خليكم. في سيدتي بعد الفاصل، الكارما وفن الكينونة مع مستشارة تمكين المرأة لبنى الغلاييني.